معي على الهاتف المستشار جميل سعيد المحامي الشهير. مساء الخير يا جميل بيك. اهلا يا تامر، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ ان شاء الله اكون بخير الحمد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله. هل في معلومات مؤكدة يمكن الكلام عنها؟ لانه الحقيقة كل القصص وكل التفاصيل محل جدال من الاطراف المختلفة جميل بيك. لا، هو طبعا يا فندم فيما يتعلق بالسيد اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية السابق، كل ما يتصل به يستطيع، الوحيد الذي يستطيع أن يدلو بدلوه في شأنه أخونا الكبير الأستاذ الفاضل فريد بالدين. فلا يجوز لأحد أن يتعرض بمعلومة أو بحديث أو برأي قانوني في شأن متهم زميل فاضل بيتولى أمره. ممتاز. فأنا أرى أن من يستطيع أن يتحدث في هذا الشأن، أو مش أرى، أنا أؤكد أن من يستطيع الحديث في هذا الشأن هو أستاذنا فريد بالدين. طيب أستاذ، لكن أنا محامي أحد المتهمين الأخر في قضية فساد الداخلية. بالضبط يا سنيا، ويعني هي معروفة إعلاميا باسم فساد الداخلية. المسميات الإعلامية يعني هي ابتكارات، بس يعني هي قضية. لا، هو العنوان مسيء. أنا مع حضرتك، العنوان مسيء طبعا. على أي الأحوال يا فندم، القضية محدد لنظرها جلسة أمام محكمة النقض، والأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض سواء من زميلنا أستاذنا فريد بالدين في شأن موكله، أو اللي طرحناها إحنا واستندنا إليها في شأن مطلب إلغاء الحكم الصادر بالإدانة، كما نشر في الجرائد وعلم الكافة أنه نيابة النقض دبجت مذكرة محترمة وانتهت فيها إلى رأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه. هذا الرأي من نيابة النقض الجنائي غير مقيد للمحكمة لها أن تأخذ به أو لا تأخذ، غير مقيد، ولكن ستعرض للأسباب التي بنى عليها الطعون المقدمة إليها سواء من فريد بي أو مني أو من الزملاء الأخر في شأن المتهم. طب لو سمحت لي يا استاذ جميل، هو الحكم المشدد بالحبس 7 سنوات لكل المتهمين في القضية حكم؟ لا، مش لكل المتهمين، مش لكل المتهمين. هو حكم واجب النفاذ؟ هو الحكم الجنائي المطعون عليه مسماه القانوني أنه حكما نهائيا. نعم. بمعنى أنه واجب النفاذ، لأن الطعن بالنقض هو طريق استثنائي للطعن على الأحكام، لأن محكمة النقض هي محكمة القانون، فيطعن أمامها إذا ما ارتأى الطاعن أن الحكم الذي صدر والمطعون عليه شابه فساد في الاستدلال أو قصور في التسديد أو إخلال بحق الدفاع، الأوجه التي وردت في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إنما الحكم اللي صدر ما كانش ب7 سنوات للكل، كان يعني للبعض ب7 سنوات وللبعض ب5 سنوات وللبعض ب3 سنوات. تمام. والإلزام طبعا برد مبالغ وما إليه. ممتاز. الإجراء القانوني القادم إيه يا أستاذ جميل؟ الإجراء القانوني يا فندم سنتشرف بالمثول بين يدي محكمة النقض الموقرة لنطرح ونشرح ما استندنا إليه إذا ما ارتأت أن تستمع إلى طرح أو شرح، ثم بعد ذلك هي صاحبة الرأي الأخير والأول في أنها تصدر الحكم الذي تراه ملائما ومناسبا. فإذا ما قضت بإلغاء الحكم فيعود الطاعنين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم، فإذا كانوا غير مقيدي الحرية بيخلى سبيلهم إلى أن ينظر الطعن موضوعا بعد ذلك. أما إذا كانوا غير مقيدي الحرية بيخلى سبيلهم إذا كانوا مقيدي الحرية بيستمروا تحت وطأة الحبس إلى أن يصدر الحكم النهائي. ممتاز ممتاز. مستشار جميل سعيد، أنا بشكرك شكرا جزيلا، محامي أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد الداخلية.